تحية مسائية طيبة لكم مشاهدينا، مرحبا بكم في الجزء الأول من هذه التغطية المباشرة والمفتوحة على ما يجري في فلسطين، خصوصا غزة وغلافها. اليوم مشاهدينا، تأكد أن الاحتلال ماض نحو ما سمي الأرض المحروقة جراء رمي أطنان من المتفجرات والصواريخ التي ألقت وما تزال تلقيها طائراته على قطاع غزة، انتقاما كما يرجح كثيرون جراء عملية طوفان الأقصى التي قادتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، والتي يرى غالبية المتابعين أنها أرعبت الاحتلال، والذي لحد الساعة ما زال يحصي ضحاياه في المستوطنات والبلدات القريبة من غلاف غزة. وبالنسبة لغزة مشاهدين، وكما لا يخفى عليكم، هي في مرمى الهجومات الجوية، وهذا كان منتظرا طبعا مما خلف خسائر جسيمة وكبيرة في الأرواح، بينهم مئات المواطنين رجالا ونساء وعشرات الأطفال، نهيك عن المباني والمساكن المدمرة، وحتى طواقم الإسعاف استهدفت كما قال مراسلون من هناك. سنتساءل مشاهدين عن أحوال غزة اليوم، بل الآن في ظل هذه الظروف القاسية والعصيبة، وأي سيناريو مرتقب لهذه الحرب التي بدأ أنها تستعر أكثر فأكثر مع مرور الساعات. كذلك سنتساءل على السيناريو المرتقب حول هذه الخسائر التي تزايد من قبل الطرفين. في البداية مشاهدينا، نربط الاتصال بمراسلنا عمر أبو ندى عن أبرز المستجدات. مرحبا عمر. مرحبا عثمان، هل تسمعني؟ نعم أسمعك، تفضل. الآن كما ترى المشهد في مجمع الشفاء الطبي، وهو المجمع الطبي الرئيسي في مدينة غزة. نعم، كما ترى الصورة. أيوة، الوضع صعب، هناك قصف في المحيط، هناك أيضا قصف على قطاع غزة، وقصف هناك أيضا قصف كما يبلغني أحد رجال الشرطة أن مركز الشرطة والمسمى بمركز العباس قد تم قصفه منذ ساعات الصباح، وكان هناك عدة مجازر، أهمها استطعنا القول مجزرة استهداف مسجد السوسي، قد تم استهداف المسجد والمربع هناك. نستطيع القول أن المربع السكني قد مسح. جاءت كما ترون الآن هذه جثة أحد الشهداء، كما ترون المربع المدني السكني عفوا قد مسح عن بكرة أبيه. كان هناك عشرات الشهداء جاءوا بواسطة سيارات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف وأيضا مركبات المواطنين، تلا ذلك أيضا مجزرة أخرى باستهداف مخترق الفرنس، وهذا المخترق يقع في شمال غزة وبالتحديد في مخيم جباليا. تم قصف المخترق، أي المخترق الرئيسي أو الشارع الرئيسي، على رؤوس المواطنين. كان هناك مجزرة حقيقية. ماذا استهدفوا بالضبط عمر في قصفهم هذا من البارحة واليوم؟ بالضبط استهدفوا من؟ هل هي مراكز مثلا لمسلحين، بنايات، مكاتب، ماذا بالضبط؟ لا، كل ما هو يتم استهدافه وهي منازل المواطنين الآمنين. أيوة، في بيوتهم وأيضا الشوارع والمفترقات، وقد قصفوا أو استهدفوا بعض المستشفيات. واليوم كان هناك أيضا استهداف آخر في حي شجاعية شرق غزة، كانت طواقم الإسعاف تحاول إجداء المصابين والشهداء، قامت طائرات الاحتلال بقصف سيارة إسعاف بشكل مباشر بالقرب من مخترق أبو ماهر حلس كما يطلقون عليه السكان في حي الشجاعية. للحديث عن أفظع ما جاء اليوم كما أسلفنا، هو قصف مسجد السوسي الموجود في مخيم الشاطئ، وتلا ذلك أيضا قصف مخترق لترانس في مخيم جباليا. كان هناك عديد الإصابات، كان هناك شهداء كثر. حتى هذه اللحظة لا يوجد أعداد محددة لضحايا هذا الاستهداف، حسب ما جاء في تصريح وزارة الصحة. الإصابات في غزة قاربت 2500 إصابة، والشهداء
خربوا على 500 شهيد. هذا ما جاءت به آخر إحصائية قامت بنشرها وزارة الصحة. الصحة. طيب عمر، كيف تلقى سكان غزة المزيد من هذه التصريحات من قبل القيادات العسكرية في إسرائيل أننا نقطع الكهرباء، نستمر في قطعه، المؤونة، المواد الغذائية؟ كيف تلقى السكان مثل هذه الأخبار ولو أنهم تعودوا عليها؟ يعني هناك يبدو حدث في مجمع الشفاء، هناك حدث لا أدري ما هو، الجميع يهرول. نعم، يبدو أن هناك حدث ما. ننتظر. الوضع خطير عثمان. المهم أن تكون آمناً عمر. المهم أن تكون آمناً. الأوضاع خطيرة جداً. إيه نعم نعم. اليوم كان هناك منذ ساعات الصباح عدة مجازر وقصف شديد بطيران الحربي، راح تضحيته عشرات الشهداء. المشهد بصدق متعب ومحزن وممكن. في أي منطقة بالضبط عمر؟ في أي منطقة بالضبط عمر؟ هل المنطقة القريبة من الشاطئ أم منطقة أخرى؟ المجازر التي حدثت كانت في المجزرة الأولى، كانت في مخيم الشاطئ عند قصف مسجد السوسي. أيه. والمجزرة الثانية كانت في مخيم جباليا مفترق الترنس. قامت قوات الاحتلال عبر الطائرات الحربية بقصف المواطنين في الشوارع. وصلت مستشفى الأندونيسي في شمال غزة عديد الإصابات والشهداء. كان هناك عدد كبير من الإصابات الحرجة والتي تم تحويلها إلى مجمع الشفاء الطبي. كون مجمع الشفاء الطبي قد يكون لديه إمكانات أفضل بقليل عن باقي المستشفيات، رغم صعوبة الوضع الصحي المزري في القطاع ككل. طيب عمر، نأتي الآن إلى مراكز الإيواء. المعروف أنه ليست هنالك مراكز إيواء في قطاع غزة تحديدا، ولكن يلجأ الفلسطينيون عادة إلى مدارس الأونروا. هل ما زالت العملية كما هي؟ فيما يتعلق بمراكز الإيواء، نزح إلى مراكز إيواء الأونروا في شمال غزة ووسطها وفي محافظة خان يونس وفي محافظة رفح. نزح الآلاف من المواطنين الذين قصفت منازلهم، بالإضافة إلى المواطنين القاطنين في أو على تقوم الحدود والذين تم قصف منازلهم وأحيائهم يوم أمس بالمدفعية والطيران الحربي. كما أسلف الوضع هنا الآن حتى ونحن في مجمع الشفاء الطبي، وهو أكبر مجمع طبي في قطاع غزة. لكن الاحتلال أو دولة الاحتلال لا تعرف المؤسسات الطبية أو الخدماتية أو الإنسانية أو المنظمات الدولية، فهي سابقا ما قامت بقصف مدارس الأونروا في غزة، وذلك في أول مرة تم قصف مدرسة خليفة بن زايد، وهذه المدرسة تقع في منطقة مشروع بيت لاهية. تم إلقاء الفسفور الأبيض على المواطنين النازحين إلى نعم المدرسة هناك، فهذا بعيد على دولة الاحتلال. شكرا جزيلا لك عمر. عمر أبو ندى مراسل المغاربية، كنت معنا من غزة على المباشر، شكرا جزيلا لك. نشاهد جانبا مما كان يتحدث عنه عمر، هو قصف مسجد السوسي في قلب غزة. Thank you.
تحية لكم مجددا مشاهدينا، تحية لضيوفنا. بداية معنا لينا أبو بكر، الكاتبة الروائية الفلسطينية المقيمة هنا بلندن. لينا، ماذا يمكن أن نقول عما وصف اليوم بالأرض المحروقة أو سياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها الإسرائيليون على أساس، وهو ما يرجحه كثيرون، انتقاما من هذه العملية، طوفان الأقصى؟ السلام عليكم جميعا. عليكم السلام، مرحبا. بوركتم مبوركة هذه المتابعة الحثيثة حقيقة والبطولية لما يجري في فلسطين. قد أستشهد أو أقتبس مما قالته صحيفة الإيكونومست البريطانية بأن غارة حماس التي شنتها في أراضي دولة الاحتلال قد هزت صورة إسرائيل في العالم بأنها الدولة التي لا تقهر. وبناء على هذه الهزة، صورة الإيمج أو الصورة التي تم عكسها للعالم بأن هذه دولة قوية تستطيع أن تكمم الأفواه، تستطيع فيها كافة أنحاء العالم وليس فلسطين فقط. أنا أتحدث على صعيد إعلامي وصعيد حرية الرأي وصعيد التابوهات التي تفرضها تحت شعارات وليبلز محددة وتهم جاهزة لكل من يجرؤ على أن ينتقدها وينتقد سياساتها، حتى في أكثر الدول حرية وليبرالية في العالم الحديث هنا في أوروبا وفي أمريكا. إذن لدينا اهتزاز صورة في الوجدان العالمي، تغير لمنطق القوى. هذه الدولة القوية المدججة بأحدث أساليب الاستخبارات والتكنولوجيا والأسلحة والتي لا يستطيع يعني، وهذا لم يحدث قبل لينا. أنت تتابعين الشأن الفلسطيني، هل تؤكدين ما يقوله كثيرون بأنه هذا تغير ملحوظ في هذا أكتوبر مختلف، لا ننسى أن من يقوده هم مقاومين فلسطينيين ضحايا في البداية. رأيتهم وسياستهم ورسالتهم مختلفة. هؤلاء ليسوا رجال ساسة ولا حكومات لها أجنداتها ولها مصلحتها، إنهم مقاومون، هم أبناء الشعب يأتون من الأرض يحملون رسالة السماء لكي يواجهوا بها أعداء السماء أيضا. إذن هذا الارتباك الذي أوجدته حماس في كل هذه القواعد العسكرية والاستخباراتية وهذا الاهتزاز لدى دولة الاحتلال في صورتها أدى إلى ارتباك أيضا في الأداء، في أداء العمليات العسكرية. يعني الذي نراه ليس فقط انتقاما، إنه جنون هسترة. يعني هذه حالة هستيرية بلغتها دولة الاحتلال التي ضربت صورتها بعرض الحائط، فأصبحت تمارس أيضا تشويها مضاعفا لصورتها، ليس فقط بمنطق الضعف إنما بمنطق فقدان السيطرة على النفس والارتكاب المزيد من المجازر بشكل عبث. ولكن لينا، وأنت تقيمين هنا، هناك من يقول هذه مغامرة غير مسبوقة لهؤلاء المقاومين، يصفونهم بالإرهابيين كما رأيت في الإعلام البريطاني هنا، ويقولون على إسرائيل الأولى، إسرائيل الحق الكامل في الدفاع عن نفسها وما إلى ذلك. فكيف نعلق على هذه الأوصاف؟ يعني بجريدة التلغراف قبل لحظات فقط من أن أكون معكم أستاذ اختطفت عنوان تايتل، لم أطلع على حيثياته، ولكن جريدة التلغراف أوردت تعبير شهير للكاتب البريطاني التاريخي الشهير سايمون شاما، الذي عبر عن حزنه بأنه إسرائيل الآن تستدعي جنود الاحتياط، أكثر من 300 ألف جندي كما ذكرت صحيفة الإيكونومست من حول العالم لكي يقاتلوا من أجل إسرائيل. هذا التاريخي البريطاني، رجل التاريخ أو الباحث التاريخي، يعبر عن حزنه لأنه أبناء أخوه تم استدعائهم من أجل القتال من أجل إسرائيل. هذا هو التايتل الذي عنونته صحيفة التلغراف. ماذا يدل ذلك؟ بأن هنالك قامات فكرية وقامات نخبوية في بريطانيا هنا ترفض الدعاية التي تقوم بها الميديا البريطانية بوصف
حماس أو المقاومين بأنهم إرهابيين. هنالك صحف بريطانية لم تزل تصف المقاومين بأنهم مسلحين، وهنالك أيضا هيئات بريطانية تمارس ضغوط مضادة للضغوط التي تمارسها على سبيل المثال مفوضية الاتحاد الأوروبي كما ورد في الفاينانشال تايمز ضد النمسا وضد ألمانيا بقطع المساعدات التي بلغت قيمتها التي يجب كانت أن تصل إلى قيمة 1.8 مليار يورو لفلسطين في نظام الدعم المشترك المفوضية الأوروبية مع الضفة الغربية وغزة. اليوم أصدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي أمر لألمانيا وللنمسا بوقف هذه المساعدات تماما، ولكن كان هنالك حملات مضادة تحث ألمانيا والنمسا على عدم الرضوخ لهذه الضغوط. إذن هنالك أيضا فاينانشال تايمز تقول بأنه الماستر مايند لهذه العمليات الإرهابية كما تصفها بين قوسين هو محمد ضيف، وتقول بأن حماس هي التي بدأت. ولكن إن عدنا إلى حالة الشلل التام أو الموت الذي كانت سائدة في العالم العربي وفي فلسطين قبل أن يقوم المقاومين بهذه الحركة البطولية، ما الذي كان سائدا؟ حالات اقتحام المسجد الأقصى، اعتداء على النساء بالضرب، اعتداء فيزيائي، اعتداء لفظي عليهم، منع للصلوات، خرق لكل القوانين والانتهاكات. هل المطلوب مثلا من الفلسطيني أن يكون بلا كرامة؟ هل كونه إرهابي بنظر الميديا سيعيقه عن ممارسة حقه الشرعي بالدفاع عن إنسانيته وعن وجوده وعن صلواته وعن عبادته؟ هل يا ترى لو الفلسطيني وقف مكتوف الأيدي وتم ضربه وإكالة الإهانات له بكل الطرق، هل هذا سيشكل له أي مصدر من مصادر الحصانة ضد الانتهاكات الصهيونية؟ نحن جربنا السلام، أو المطبعون جربوا السلام. نعم، ابقى معنا سادة لينا، سأعود إليك الآن. مشاهدين نشاهد جانبا من القصف الآخر الذي طال مسجدا آخر يسمى مسجد اليرموك في غزة. إذن على غرار مسجد السوسي، ها هو الدور الآن يأتي على مسجد اليرموك. هناك من يتساءل لماذا بالضبط تستهدف القوات الإسرائيلية أو الطائرات الإسرائيلية بالضبط المساجد مثل ما تستهدف المباني والمساكن، مساكن مواطنين. يقول مراسلون من غزة أنها ليست بالضرورة مساكن لمسلحين، لمقاومين لحركة حماس أو أعضاء في كتيب القسام، لوحظ بأنها مساكن لمواطنين عاديين. نحن نؤكد ما فقط نروي ما يقوله هؤلاء المراسلون. كذلك نشاهد جانبا آخر من التدمير الذي لحق غزة مبارحة وكذلك اليوم جراء هذا القصف. بنايات سويت على الأرض خاصة التي تحتوي على عديد الطوابق عبارة عن عمارات، كذلك مثل ما جرى للبناية التي تمت أول من أمس، تم قصفها على أساس أنها بناية تحتوي على مكاتب لإعلاميين، وإسرائيل تقول بلى هنالك أعضاء في حركة حماس يستغلون أيضا هذا المبنى. الآن مشاهدينا أرحب بالإمام ياسر خلف المتحدث باسم حركة الأحرار الفلسطينية. سيد ياسر، من الصعب أن نجري تقييما، ولكن كيف هي الأمور الآن؟ ماذا يمكن أن نقول كتقييم لما يجري، خاصة وأن الحرب استعرت الآن مع الساعات هذه؟ حياكم الله أخي الكريم. مرحبا. يعني بالتأكيد الاحتلال الصهيوني لا زال يمعن في عدوانه وإجرامه على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. هذا الاحتلال الذي يتخبط ويرتبك بفعل قوة وقدرة وإبداع المقاومة الفلسطينية التي فاجأته وفاجأت العالم بمخططها في العبور نحو أراضينا المحتلة وفي الاشتباك مع الاحتلال والسيطرة على سكنات عسكرية وقطاعات واسعة في المستوطنات. الاحتلال يعني بالتأكيد مني بهزيمة كبيرة وبضربة قوية للمنظومة الأمنية والاستخباراتية
ولهيبته، وبالتالي هو يصعد من عدوانه على أبناء شعبنا الفلسطيني، على المساجد، على المستشفيات، على المقابر، على البيوت الآمنين. هو يريد أن يستعيد جزء من هيبته التي مغارتها المقاومة في التراب ببطولاتها التي أحدثتها وسطعتها وستبقى خالدة في ذهن شعبنا، في ذهن كل أحرار العالم وكل أحرار أمتنا. وأمام هذا العدوان نحن نقول أن كل هذا الإجرام المتواصل من قبل الاحتلال الصهيوني لن يكسر إرادة المقاومة ولا إرادة أهلنا في غزة ولا صمودهم ولا ثباتهم، بل على العكس شعبنا الفلسطيني يبتهج ابتهاجا كبيرا ببطولات المقاومة وبإدارة المقاومة لهذه المعركة بكل حكمة بكل اقتدار. وأعتقد أن شعبنا الفلسطيني اليوم يدافع عن الأمة أجمع، نيابة عن الأمة أجمع. وبالتالي هذه رسالة لكل الأمة العربية والإسلامية، للقادة، للزعماء، للعلماء، للمثقفين، لأصحاب الفكر ورأي، للشعوب، الجميع عليه أن يتحرك لنصرة غزة، غزة التي تئن من وطأة هذا العدوان وهذا الإجرام، لنصرة أهلنا في مدينة القدس التي تتعرض لعدوان صهيوني، لنصرة المسجد الأقصى. اليوم هذا الاحتلال يرتكب جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب واضحة شاهدة، الصورة شاهدة على ذلك. وبالتالي العالم أجمع يجب أن يتحرك في إطار وقف هذا العدوان الصهيوني الغاشم على أهلنا في قطاع غزة. طيب كيف يتعامل أهل غزة مع هذه المواقف الدولية التي تصدر تباعا بأن هذا اعتداء على إسرائيل والحق الكامل لإسرائيل في حماية نفسها والدفاع عن أمنها وما إلى ذلك؟ يعني باعتقادي المجتمع الدولي لم يكن يوما مع شعبنا الفلسطيني أو مع قضيتنا أو مع حقوقنا. هو دائما كان منحاز للاحتلال، متواطئ مع الاحتلال، مع رواية الاحتلال، ويرى في هذا الاحتلال أنه ضحية، ولا يريد أن يرى الحقيقة بأن هذا الاحتلال هو من يحتل الأرض الفلسطينية، هو من يدنس المقدسات الفلسطينية العربية الإسلامية، هو من يعتدي على الحرائر، هو من يقتل الأطفال والنساء والشيوخ، هو من ينتهك القرارات والقوانين الدولية. هذا المجتمع الظالم اليوم بالتأكيد يعني موقفه دائما كان مع الاحتلال الصهيوني، ولكن نقول أن التاريخ يعني سيكتب أسماء هؤلاء جميعا في الصفحات السوداء، هؤلاء المنحازون للاحتلال الصهيوني ولعدوانه ولإجرامه. هذا الاحتلال يرتكب جرائم ضد الإنسانية على كل العالم اليوم. الذي يهاجم الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه، يدافع عن حقوقه، يدافع عن كرامته، يدافع عن مقدساته، الفلسطيني يقوم بممارسة حقه المشروع وهو مقاومة الاحتلال الذي يحتل أرضه ويقتل أبنائه ويهدم بيوته. وبالتالي العالم أجمع عليه أن يفهم هذه الرسالة جيدا، هذه المعادلة جيدا. كل تآمركم مع الاحتلال الصهيوني لن ينجح في يعني كسر إرادة الفلسطيني أو تقوية هذا الكيان المجرم. عليكم أن تنحازوا للمبادئ التي أنشئت من أجلها مؤسسات حقوق الإنسان، وأن تحاسبوا هذا الاحتلال، لا أن تصطفوا مع هذا الاحتلال، أن تجرموا كل الأفعال المشينة الإجرامية التي يمارسها هذا الاحتلال، لا أن تباركوا هذا الإجرام. نعم. وأن تعطوا بهذه التصريحات ضوء أخضر لهذا الاحتلال ليواصل عدوانه وإجرامه على المدنيين. طيب ياسر، كيف ترى الموقف، موقف السلطة الفلسطينية مما يجري في غزة، خاصة وأن الحرب الآن تستعر أكثر مما كانت عليه في البداية؟ يعني للأسف السلطة الفلسطينية موقفها لا يقل سوءا عن الموقف الدولي. هذه السلطة التي لا زالت تصر رغم كل هذا الإجرام على أهلنا في قطاع غزة، لا زالت تصر على التعاون مع الاحتلال، لا زالت تصر على التنسيق الأمني، لا زالت تقمع أبناء شعبنا، كل من يخرج إلى الساحات ليعبر عن دعمه لغزة ونصرة أهلنا فيها، كل من يخرج لدعم القدس والأقصى. هذه السلطة يعني باعتقادي أصبحت أداة من أدوات المشروع الصهيوني في الانقضاض على مشروع المقاومة الفلسطينية والعربية. لذلك نحن هل منعوا وقفات ياسر؟ هل منعوا وقفات تضامنية مع غزة؟ يعني باعتقادي أنه أمس كانت هناك بعض الحركات الشعبية. أي نعم. وكان هناك اصطدام يعني موجود وحاضر في جنين وفي غيرها، ونابلس أيضا. باعتقادي أن سياسة ونابلس، نعم، أن سياسة هذه السلطة
هي سياسة تخالف المقاومة، مشروع المقاومة، لذلك لن تقف مع شعبنا الفلسطيني. بالتالي نحن نقول لهذه السلطة أيضا رغم يعني مساوئ مواقفها الكبيرة، عليكم أن تتحملوا مسؤوليتكم وأن تنحازوا إلى إرادة شعبكم وأن تمارسوا ضغط حقيقي من خلال الدبلوماسية الفلسطينية على العالم أجمع لوقف هذا العدوان وهذا الإجرام الصهيوني يصل على أهلنا في غزة. شكرا، شكرا جزيلا، سلامتكم أخي ياسر. ياسر خلف المتحدث باسم حركة الأحرار الفلسطينية كنت معنا من غزة. الآن مشاهدين نشاهد جانبا من هذه المشاهد، مشاهد المستشفيات في غزة، مستشفى الشفاء تحديدا والذي يعاني من ضغط كبير. طبعا أنتم تعرفون مشاهدينا قلة الإمكانات بالنسبة للقطاع الصحي في غزة، وهذه الساعات حرجة جدا، المستشفيات مكتظة عن آخرها. يقول كثير من المراسلين يستقبلون بين الفينة والأخرى الجرحى والضحايا، ضحايا هذا القصف الذي يراه كثيرون همجيا خاصة في الليل في الظلام الدامس، نهيك عن القصف الذي ما زال مثل ما كان يذكر زميلنا عمر من غزة. ليس فقط مستشفى الشفاء بل المستشفيات الأخرى هي الأخرى تعاني من الاكتظاظ وقلة اليد، خاصة الإمكانات أنها ضعيفة جدا كما تعلمون في غزة. والآن إسرائيل تهدد بغلق كل شيء، بل ليس غلق بل أيضا تقول أنه خلاص الآن كل الأبواب مغلقة ولا يمكن أن يمر أي شيء لغزة. عمر أكيد هل لديك معلومات؟ عمر هل لديك معلومات أخرى عما يجري الآن؟ تفضل عمر. تسمعني؟ نعم أسمعك، تفضل. الوضع كما أسلفت قبل قليل، نحن في مجمع الشفاء الطبي، الوضع هناك هنا استثنائي، جميع الصحفيين يحاولون إخلاء المستشفى والطواقم الطبية وفرق الإسعاف. هناك حسب ما يقال أن بناية سيتم قصفها في المحيط، هنا هرج ومرج بصراحة في ظل أصلا التزاحم الكبير لسيارات الإسعاف والتي تقل جرحى وضحايا نتيجة هذا العدوان على قطاع غزة. المشهد صدقا يعني كنا نبكي اليوم ونحن نغطي أو نتخذ بعض الصور أو الفيديوهات للشهداء والجرحى الذين يذهبون إلى مجمع الشفاء الطبي. هي هذه الأوضاع الآن، تجد في أي لحظة ممكن أن تستجد في ثوان أو في دقائق أو أو بعد قليل. صدقا الوضع صعب. هنا مجمع شفاء طبي مفترض أن يكون له حماية دولية ومفترض أن يكون له حماية من كافة المؤسسات والمنظمات الدولية، لا سيما منظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة، لكن للأسف جميع ما في قطاع غزة هو مستباح لآلة الحرب. لا يوجد أي حماية، لا يوجد أي معايير لأي مكان. جل ما يتم قصفه كما أسلفنا هو منازل المواطنين وأراضيهم ومحالهم التجارية وأيضا البنايات السكنية على رؤوس ساكنيها. نعم عمر، نعم، ابقى سالما عمر، ابقى سالما آمنا عمر، عمر ابقى آمنا سالما. إذا كان هناك شيء من الضرورة بمكان تزويدنا به فالمجال مفتوح لك. سادة لينا أعود لك من جديد. الأستاذ ياسر كان يتكلم معنا من غزة وهو يصف ما تقوم به السلطة الفلسطينية، بيقول بأنها تصرفات غير مقبولة بحيث عدم السماح للتظاهر حتى دعما ولا تضامنا. حدث ذلك في جنين يقول وفي نابلس أيضا. فماذا يمكن أن نعلق عن مثل هذه التصرفات الصادرة عن السلطة الفلسطينية؟ القوة الأمنية أقصد تمنع الفلسطينيين الذين يريدون التظاهر دعما لإخوانهم في غزة. يعني نحن نعرف أن قلب الضفة مع غزة،
ونعرف أن قلب كل الشعوب العربية تناصر غزة، وقد استجاب الأبطال في مصر لنداء المقاومين الأبطال أيضا برسالة مباشرة وواضحة أن الموقف الشعبي لا يتماهى أبدا بأي شكل من الأشكال مع الموقف الحكومي أو السلطوي. أنا لا أستغرب حقيقة هذا الموقف من السلطة، لم تكن السلطة يوما ممثلة ما يدور في وجدان أو ضمير الشعب الفلسطيني أو الشعب العربي. لذلك أنا شخصيا أخذت قرار ككاتبة فلسطينية أن أتحدث عما هو موجود. ما هو غير موجود لا يمكن الحديث عنه لأنه ألغي وجوده تماما، فالحديث عنه يصبح هباء وعبثا. أنا أفضل أن أتحدث عن الأبطال، عن المقاومين، عن أبناء السماء، أبناء الجنة. هذا يعطي قيمة لكلمتي أكثر بكثير، لا أتحدث عما هو غير موجود. لذلك اسمح لي أن أتم. نعم تفضلي تفضلي. اسمح لي أن أتحدث عن صورة الإرهابي في الإعلام الغربي. الآن كنت سقط ما قالت صحيفة الفاينانشال تايمز عن الماستر مايند للعمليات المقاومين الأحرار، والصورة التي وضعت بها البطل والمقاوم محمد ضيف. الآن عانى المسلمون في الغرب وأنا واحدة منهم، وعانى العرب أيضا من هذه الصورة التي تم تشويهها وتم فبركتها وتم تكريسها. يا ترى إلى أي مدى ما يدور في غزة الآن سيعيد هذه الصورة إلى أذهان الغرب، إلى أذهان العامة في الغرب؟ لو قرأنا مثلا بين يدي كتاب On Palestine لأشهر مفكرين يهوديين إيلان بابي ونيوم تشومسكي، يتحدثوا عن الجاب الكبيرة، الفجوة الكبيرة بين الpublic opinion الرأي العام وبين الحكومات الغربية التي تناصر دولة الاحتلال حتى النخاع. ويتحدثون أيضا في مشروعهم في البحث حول The Tale of Palestine، يعني الحكاية التي تم تكريسها هنا في الغرب عن فلسطين وتم فبركتها لتصبح حكاية معقدة جدا. لا يستطيع أحد من الشعوب الغربية أن يفهمها. إذا سألت أي شخص في الشارع مثلا ماذا تعرف عن الصراع العربي الإسرائيلي سيقول لك حكاية معقدة. هذا هو العنوان الذي أريد له أن يكون الجواب الرئيسي على هذه الحكاية. طبعا الكاتبان في مشروعهم المشترك في هذا الكتاب يسخران من تكريس الصور النمطية للحكاية الفلسطينية، ويتحدثون عن بديهيات بأن هنالك أوروبيين تم هجرتهم بشكل ما، بخطة ما، وزجهم في أرض غريبة ليست أرضهم وإعطائهم هذه الأرض اللي هي أرض فلسطين. ولكن لو أن أحدا جرؤ على قول الحقيقة أو إعادة الرواية إلى أصلها، فإنه إما يتم اتهامه بالسذاجة وعدم المعرفة والجهل أو بمعاداة السامية، وهذا هو الشعار العنصري الأكبر في تاريخ هذه الحداثة التي نعم مشتغل. خليك معنا لينا أستاذة لينا، سأعود لك أستاذة لينا. أرحب مشاهدينا المنضم علاء الشمالي الكاتب الصحفي معنا من غزة. علاء، ما الجديد بعد هذه الرشقات، بعد هذه الصواريخ التي أو هذه القصف الذي استعمله الطائرات الإسرائيلية على غزة؟ يعني في البداية أبدأ لك بالإحصاءات الرسمية التي تصدر عن الجهات الرسمية قبل ساعة من الآن. أيوة. أصبح عدد الشهداء في غزة وصل إلى 560 شهيداً، إضافة إلى ما يقارب 2800 مصاب حتى هذا اليوم. ونحن نعيش اليوم الثالث من الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. في على الجانب الآخر نعم على على مبدو على الانفصال، اتصال بعلا وهو يتحدث عن أن العدد الآن ارتفع.
صار فيه حوالي 2500 من 800 من الجرحى وحوالي 510 أو 560 من الضحايا جراء هذه الهجومات المستمرة للطيران الإسرائيلي. معنا الآن تفضل. على ايوه نعم تفضل انقطع الاتصال. يعني هذا الانقطاع في الاتصال يعد ربما عن شيء من مما نعيشه الان في قطاع غزه من سوء الاتصال والتواصل وانقطاع الشبكات، اضافه الى تاثر شبكات الانترنت وسوء التواصل مع العالم الخارجي ونقل الصور الحقيقيه للعالم الخارجي، خاصه على مستوى الاعلام الرسمي الذي يوصل رسالة. هنا الاوضاع الان في اليوم الثالث للعدوان، الاوضاع ساخنه الى حد كبير. الاخبار احيانا تتاخر بشكل كبير من وصولها بسبب كثره وكثافه النيران التي تسقط على قطاع غزه. والان كما تسمعون بالخلفيه الطائرات F-16 F-35 الحربيه تواصل قصفها لكافه ارجاء قطاع غزة. على الجانب الآخر تواصل الرسائل المقاومة الفلسطينية ضرب المستوطنات الإسرائيلية بكثير من الصواريخ التي تخرج من أكثر من مكان. حتى هذه اللحظة الأوضاع يعني تتجه إلى سخونة تدريجيا في ما بين القوات الاحتلال الإسرائيلي. الان الاحتلال، انا اعتقد ان يعني الامور يعني احيانا لا يمكن وصفها بدقه شديده جدا نظرا كما ذكرت لكثافه النيران لكثافه الاعداء. قرانا صباحا على ان كتائب القسام كانت تتحدث مع اسرائيل بخصوص هؤلاء الاسرى، بانه بهذه الطريقه يقتلون اسرهم في غزه. على ما يبدو وقع الانقطاع في الاتصال، وهو كان يتحدث عن هذه الصعوبات. فقط كنا نريد تعليقا حول بيان كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وهي تتحدث أنه بهذه الطريقة الاحتلال الإسرائيلي لا يقصف فقط غزة، بل يقصف أيضا الأسرى الموجودين بين أيدي حركة حماس أو حركة المقاومة الإسلامية حماس. ولذلك فإنه فقط كإنذار بأنهم تريدون استخلاص هؤلاء الأسرى من أيدي المقاومة الإسلامية حماس، لكن ليس بهذه الطريقة، أنتم تقتلونهم. وهذا الذي حدث مثل ما سجل البيان الصادر عن كتائب القسام. تعالى طيب نعود لك لينا، ماذا يمكن أن نعلق لينا عن هذا البيان؟ نعم، أنه أنتم بهذه الطريقة لا تقتلون فقط مواطني غزة، بل تقتلون حتى أسراكم اللي هم بين أيدينا. نعم، لقد ورد في الصحف نتيجة لهذا القصف. نعم، لقد ورد في الصحف البريطانية أن هنالك 4 أسرى تم قتلهم بسبب الغارات الجوية التي تشنها. وهذا يدل أيضا هنالك رسالة واضحة بأن إسرائيل لا تأبه لمواطنيها ولا تأبه لأمنهم ولا تأبه لسلامتهم. ما يحرك هذا الكيان هو قطبين: القتل والرعب. منطق القتل والهمجية التي نراها في هذا القتل العشوائي والعبثي والأعمى يحتكم في الأساس إلى نفسية غارقة بالرعب. تخيل أن هنالك 300,000 جندي احتياطي تم استدعائهم من كافة أنحاء العالم ليقاتلوا من؟ نعم، بس اسمحوا لينا فقط حتى لا سأعود لك لينا. نعم، على تفضل. على نعم تفضل، يكمل المهم. يعني أنا كما ذكرت لك أحيانا الأخبار تصل ب يعني نحتاج إلى وقت طويل للتحقق من أمر ما أو خبر ما نظرا لكثافة النيران والقصف الجوي المتواصل على كل مناطق قطاع غزة، خاصة أن الآن إسرائيل دخلت في حرب جديدة، ربما الآن تقصف في كل دقيقة تقصف منازل المواطنين. والآن يعني هناك قصف شديد جدا على منازل المواطنين مدنيين يتم قصفهم دون تحذير، دون إخلاء البيوت، دون إنذار. قبل ساعة أو
قبل ساعة تم قصف مكان لتجمع المواطنين المدنيين في منطقة شمال قطاع غزة، وراح ضحية ما يقارب 60 شهيدا في لحظة واحدة. هذا يعني أن الاحتلال بدأ يتخطط بشكل كبير، ويريد أن يتستر بما حصل له قبل 48 ساعة بقصف وتدمير المدنيين في أرواح الشارع الإسرائيلي. هو لا يرى الآن أي عمارة سكنية أو أي برج سكني إلا ويدمره، أو وأحيانا يقصف هذه البيوت على رؤوس ساكنيها ويسقط العشرات بل المئات من الشهداء في غزة. الوضع سيء للغاية، الأمور الأوضاع الصحية سيئة للغاية، الخدمات الصحية أيضا سيئة. يعني المواطنين في غزة يعيشون حالة سيئة من في هذه الأيام، خصوصا حين الحديث عن يعني عدم وضوح رؤية، عدم الحديث عن وساطات عربية أو إقليمية أو دولية لوضع حد لهذا العدوان. طيب الحرب الكبيرة. على هل من معلومات عن غلاف غزة، الوضع في هذه المستوطنات خصوصا هذه سديروت التي يقولون أنه هناك من المقاومين من دخلوها؟ حتى اللحظة كل المعلومات تقول وكل المؤشرات تدلل على أن المستوطنات وغلاف غزة لا زالت هناك معارك تدور رحاها في مستوطنات غلاف غزة. هذا من جانب. من جانب آخر، لا زالت المقاومة الفلسطينية تقصف برشقات تقارب كل رشقة 80 إلى 90 صاروخا تطلق على يعني غلاف غزة كرد واضح على استمرار قصف الاحتلال للمدنيين. هذا كان أيضا جاء تأكيدا على بعد قرار وزير الطاقة الإسرائيلي بقطع الكهرباء الفوري عن قطاع غزة وبشكل كامل، علما أن الكهرباء الآن أو المواطنين لا يستفيدون من الكهرباء إلا ساعة واحدة تقريبا خلال اليوم. وبالتالي الآن هناك تأكيدات أن هناك رشقات جديدة تصل إلى مدينة القدس وعسقلان، وهناك يعني أخبار أولية أن هناك إصابات يعني نتيجة صواريخ المقاومة. على الجانب الآخر، الطائرات الآن تقصف عشرات الصواريخ، وهذه دليل يعني ربما أكثر من ذلك. كل دقيقة تنزل الصواريخ على غزة وعلى المباني وعلى الأبرياء وعلى كل مكان يمكن أن يكون متحرك في قطاع غزة. كما ذكرت في البداية، الآن قرابة 160 شهيدا حتى اللحظة، مقابل أن الإعلام الإسرائيلي أكد أن عدد القتلى الإسرائيليين وصل إلى 80 حتى اللحظة. شكرا جزيلا لك علاء شماني، الكاتب الصحفي، كنت معنا من غزة. شكرا جزيلا لك. لينا نختم بهذه الرسائل، أبرز الرسائل في رأيك التي تبعث بها هذه العملية، عملية جريئة مميزة مباغتة للاحتلال الإسرائيلي، أبدا لم يكن يتصور أن تكون بهذه الحدة، هكذا يقول عسكريون استراتيجيون وهم يصفون هذه العملية، عملية طوفان الأقصى. إذن ما هي هذه الرسائل في رأيك أنت التي تبعث بها هذه العملية إلى الفلسطينيين، إلى العرب، إلى المسلمين عامة، بل إلى المجتمع الدولي أيضا؟ العقيدة النضالية للمقاوم الفلسطيني لا تحتكم إلى حس مغامراتي غير محسوب، إلى حس أعمى أو نزق مؤقت. إنها عقيدة إلها جذور ممتدة في السماء، عقيدة تستلهم روحها من وعد إلهي ومن حق مضمون وحق شرعي في الوجود والحياة والعدالة كبقية البشر. هذه المقاومة التي تثق بها كل شعوب الدنيا، ليس فقط الشعوب العربية، إنما كل النشطاء أصحاب الضمائر في أوروبا، في أمريكا، حول العالم يهتفون من أجل المقاومة، لأنها لا تنتمي إلى فصيل، إنما تنتمي إلى حق أكبر من كيان طارئ مؤقت لا تحكمه إلا عقيدة الجريمة والرعب. كل ما زاد رعبه كل ما زاد استبداد، وكأنه كيف اللي بطلع بالروح في آخر لحظاته، مثل إحنا بنحكيها بالفلاحي، أنا فلاحة وأعتز بإني فلاحة، بتفعفل. كيف يعني بتفعفل؟ مثل مجنون بنازع بده يختطف روحه من ملك الموت. اللحظات الأخيرة هذه التي تلفظ بها الأنفاس تكشف ضعف المجرم، لأنه يعرف أنه هذه لحظات النهاية.
قلوبنا مع أهلنا في غزة. مش مهم الحياة، مش كهرباء، المي إذا انقطعت من دموعكم من مية البحر روحوا اشربوا، أنتم شهداء، قتلاكم في الجنة نيالكم، تنتصرون في الأرض وتنتصرون في السماء. أهم مركز أمني لعدوكم هو المطار، يعني طريق الهروب من هذه الدولة العبثية اللي هم في قرارة نفسهم. الرسالة الواضحة التي يرسلها أبناء هذا الكيان إنه نحن لا ننتمي إلى هذا العبث، نحن ننتمي إلى الفرار، إلى الهروب. بينما أبناء الشعب الفلسطيني 2.3 مليون مواطن فلسطيني في غزة صامدون، كل من هدت بيت ببنوها، ببنوها وين؟ فوق الجثث؟ لا، الجثث هي التي ترفع هذا البنيان. نعم. وإن شاء الله النصر لهذه الأمة، والحرب دينية، الحرب دينية وليست سياسية. ولكن يبقى من يعلق أيضا على الدور كبير جدا بالنسبة لأبناء الجالية العربية عامة، الإسلامية الفلسطينية خصوصا في الغرب، أن يوضحوا لهذا المجتمع الدولي، للإعلام الغربي، بأنه لابد من انتصار الحق العربي. نعم، هذه أمانة أستاذ. أن نأخذ الصور ونأخذ ما يجري وننشر للعالم، لسنا لأننا نحتاج العالم إلى جانبنا. من معه الله كيف يبالي يعني العباد، من معه خالق العباد لن يبالي بالعباد. إنما المسألة تتعلق بأن الحق أمانة، يجب أن ينشر، ويجب أن تكون هنالك جيوش على السوشيال ميديا، جيوش من الكتاب أصحاب الضمائر، بأن يكتبوا كلمة الحق ولا يخشوا في الحق لومة لائم. شكرا، شكرا جزيلا لك لينا أبو بكر، الكاتبة والرواية الفلسطينية، كنت معنا من لندن عبر سكايب. شكرا جزيلا لك، وشكرنا أيضا موصول لباقي ضيوفنا، على الشمال الكاتب الصحفي وياسر خلف المتحدث باسم حركة أحرار الفلسطينية، دون من أنسى عمر أبو ندى مراسلنا من غزة. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة والمشاهدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.